السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج منبر الاحد الذي ياتيكم اسبوعيا في الساعه التاسعة ليلا بتوقيت تونس نتناول فيه قراءه اسبوعيه لاهم الاحداث العالميه والوطنيه مع فضيله الدكتور محمد علي حرات مرحبا بك دكتور اهلا وسهلا مساء النور آه نعتذر للساده المشاهدين آه على فكره دكتور هذا من اكثر البرامج المنتظره خاصه على اليوتيوب والتعليقات اين البث اين البث فنعتذر للساده المتابعين على التاخير ونذكر الساده المشاهدين ان هذا بث مباشر على منصه اكس تويتر سابقا ومنصه اليوتيوب ومنصه الفيسبوك ايضا وارجو من الاخوه والاخوات انه يساعدونا في نشر هذا البث على بقيه الصفحات والمجموعات حتى تعم الفائده وتصل المعلومه الى عدد اكبر من المشاهدين سنتناول محاور عديده هذه المره وليس كالعاده سنبدأها بإذن الله بالأحداث في قطاع غزة وأحداث في فلسطين الحبيبة وتصريحات خطيرة سأقرأها كما جاءت على لسان نتنياهو يقول ستنتهي عمليتنا في قطاع غزة في غضون أسابيع قليلة إلا أنه إذا توصلنا لاتفاق بشأن الرهائن فإن العملية في رفح ستتأخر قليلا وإذا لم نصل لاتفاق سنتحرك في رفح وفق قوله هذا قول يعني قول نتنياهو وهنالك مقال مقال في جريده هارتس نشاهد مع بعضنا هذا المقال او بعض الاسطر يعني العنوان لانه المقال لقراءه المقال لابد من دفع نقود ولا نريد ان ننفع هؤلاء يقول سنقوم بالترجمه اذا يعني آه آه يقول المهمة المسيحية أو الصليبية نعم للتحالف الحاكم يريدون حرب شاملة في المنطقة وما غزة إلا كمرحلة أولى نعم نعم هما يقولون بالضبط بالترجمة الجوجل يقول شركاء نتنياهو في الإتلاف المسيحي يريدون حرب إقليمية شاملة غزة مجرد خطوة أولى الهدف النهائي لهذه العصابة هو تطهير الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين وتطهير جبل الهيكل من المصلين المسلمين وضم الأراضي إلى دولة إسرائيل ولن يتحقق هذا الهدف دون صراع عنيف واسع النطاق آه الكاتب هو إيهود أولمرت معروف غني عن التعريف كلمة الترجمة كلمة ميسيانيك مايش في المسيحي لكن هذاك ترجمت ترجمت جوجل نعم. فهي مثل النظرية المهدوية للاسف في العالم العربي الان بين من ينتظرون المهدي المنتظر ومن ينتظرون المسيح المخلص والمهدي المخلص. النظريات هذه هي اللي هاجمه على العالم العربي الان للاسف. المقال في هاريتس اللي هي صحيفه نعيد انه صحيفه صهيونيه ايضا اسرائيليه صهيونيه انه التحالف الحاكم الان كما تكلمنا عده مرات ديما ديما نقولوا راهو التاريخ والعقيده مساله مهمه جدا اذا باش تفهم السياسه راهو اذا ما عندكش فهم للعقائد والاديان اللي كان يسموها الملل والنحل قبل وما عندكش فهم للتاريخ راهو صعب جدا تقدر تفهم الاحداث الجاريه وتربطها ببعضها البعض يعني الاسبوع الماضي تناولنا بطريقه ربما مستعجله حوار مع مع الصحفي الامريكي حوار بوتين اللي تكلم فيه على التاريخ الروسي وانه الان هو متجه ان شاء الله نتناوله فيما بعد والان التحالف الحاكم في اسرائيل اللي هو تحالف يميني توراتي الان الارض ما يسمى بارض اسرائيل او ممالك اسرائيل عندها زوز اماكن مقدسه في الارض العربيه المنطقه الاولى هي ما يسمى اللي اسمها الضفه الغربيه القدس وفيها المناطق الأخرى اللي هم يسموها يهودا والسامرة وعندهم المناطق الأخرى اللي هي جبل الطور في سيناء يعني منطقة سيناء سيناء خرجوا منها حسب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل انسحبت منها القوات الإسرائيلية الآن الرأي العام داخل اليمين الإسرائيلي شنو يقول يقول نحن انسحبنا من من سيناء في ظروف دوليه غير الظروف هذه ظروف كان فيها الاتحاد السوفيتي كان فيها المعسكر الشرقي كان فيها قوميه عربيه والدول العربيه عندها نوع من التضامن 73 لما مصر دخلت في حرب الدول العربيه اللي كما الامارات والسعودية والجزائر والدول وليبيا الدول المنتجة للنفط أوقفت النفط في السوق العالمي وعملت وعملت رجة كبيرة الآن يقول شيء الشيء هذا غير موجود إحنا الدول العربية معانا متحالفة معانا أكثر من اللي من كان قبل وهذه فرصتنا فهم الان الاسرائيليين يودون معناها اليمين الاسرائيلي الحاكم يريدون الغاء اتفاقيه السلام مع مصر ويريدون حرب خاطفه مع مصر يحتلوا فيها كل سيناء وهم قادرين لانه الان الامريكان والدول الغربيه واقفه مع اسرائيل بقوه في اذا ثم تهديد بالسلاح من جيوش كبيره هذه هم يرونها فرصتهم الان بداوا يروجوا فكره اخرى لانه الاتفاقيه كان ثم حاجه اسمها ليج اوف نيشنز يعني عصبه الامم كانت موجوده حتى ال 46 في 46 وقع حلها واستعيذ عنها بمنظمة الامم المتحده اللي نعرفها الان ليوان يعني يونايتد نيشنز اللي هي منظمه الامم المتحده منظمه الامم المتحده من اول قرار اللي اخذتها هو قرار التقسيم 47 قرار التقسيم يقسم فلسطين بين اليهود والفلسطينيين والعرب الان اليمين الاسرائيلي يقول يقول صحيح هو ثم قرار بتقسيم فلسطين لكن فلسطين هي على الضفتين ضفتي الاردن كما هذيك اسمها الضفه الغربيه الاردن اسمها الضفه الشرقيه لانه هو اسم الاردن اسم مستحدث وكان ثم النهر اللي يهبط يربط, يربط ما بين طبرية ما بين بحيرة طبرية إلى ويمشي إلى البحر الميت هذا اسمه نهر الأردن تسمت عليه الأردن فهم اليهود يقولوا الآن يقولوا أن التقسيم يجب يكون على حسب خط نهر الأردن بمعنى أن الفلسطينيين كلهم يرحلون بما هي الأردن اليوم وفلسطين بكلها بما فيها كل الضفة الغربية يلزمها تبقى مع إسرائيل وفي الجاره الغربيه بالنسبه لهم اللي هي مصر يريدوا يقتحموا سيناء يريدوا يدخلوا سيناء هذايا هو السيناريو اللي هما يحبوا يمشوا فيه نعم نعم اخو واضح دكتور هل تظن انه سيكون هنالك اتفاق رغم انه حماس عبرت انها ليست متفائله رغم انه كثير من الوسطاء عبروا عن تفاؤلهم للوصول الى وقف اطلاق النار حماس قالت انه الحقيقه بعيده عن ذلك ماذا تقصد حماس وهل ترى انه يمكن نصل الى وقف اطلاق النار خاصه انه هنالك نوعا ما تخوف الدول العربيه وخاصه مصر من شهر رمضان واحنا نعرف في شهر رمضان يعني الشعوب يعني تكون في اكثر تواصل مع مع الله عز وجل واذا تشوف اخوتها في بتلك الطريقه ويمر عليهم ذلك يعني يمر عليهم شهر الصيام وشهر القران بتلك الطريقه يمكن تحدث قلائل في بعض الدول العربيه آه للاسف يعني الدول العربيه ما ما راح يحدث فيها ولا شيء لان آه معناها الان حكامها استحكموا استحكموا واخذوا درس من الثورات العربيه وما عاد ولا واحد فيهم يحب يهرب الان كلهم سيتمسك الى الى تدمير آه ما بقي آه، الان اللي اللي سيملي اللي سيملي الاحداث المقبله هو مدى صمود المقاومه الفلسطينيه، اذا اذا المقاومه الفلسطينيه واصلت عملياتها النوعيه واستماتتها وتدميرها لقوات العدو والتكلفه بدات تكون باهظه. وثاني شيء اذا الغرب آه، بدا يحس انه فيه ضغط داخلي يعني ضغط الشعوب الاوروبيه والامريكيه ضغطها في الشارع ايضا بدأ يحسوا فيه وايضا اهالي المختطفين والمحتجزين والأسرة من الاسرائيليين الموجودين لدى المقاومه الفلسطينيه هذوما ايضا اذا هما قدش ضغط باش يعملوه على الشارع الاسرائيلي هي كلها بايدن مش يشوف روحه في الانتخابات عن انتخابات في بريطانيا انتخابات في اظن في المانيا في عده دول ثم ثم انتخابات قائمه العام هذا تطورت تطورت الجبهه في اوكرانيا ايضا ربما إلى الان ممكن يكون عندها رد فعل لان قاعده تتطور بشكل كبير وتقريبا الحوار اللي عمله بوتين فلاديمير بوتين اللي عمله مع الامريكان الحوار التلفزي هذاك تقريب الناس فهمت منه وين يمشي بوتين يعني شنو الخطوات الجديده آه الحقيقة هذا هو وين آه وين مش يكون التوجه هذه هي العناصر اللي باش تكون حاكم. يعني مدى صمود الفلسطينيين في أراضيهم ومدى آه معناها تجاوز اليمين الإسرائيلي للمشاكل اللي عنده لأنهم لأنهم لو يتوقفوا باش يدخلوا في الانتخابات الإسرائيلية وكما قلت لكم نتنياهو يخرج من الحكم ويدخل الحبس وبالتالي عندهم قضية حياة وموت بالنسبة لليمين المتطرف الاسرائيلي يعتبر الروح هذه فرصه لن تتكرر انه فرصه كبيره انهم الان هم في الحكم وبيدهم السلطه في في اسرائيل يريدوا ينفذوا غاياتهم لانه الان يقول لك معناها اسرائيل من غير الضفه الغربيه وغزه من غير الضفه الغربيه وسيناء التاريخ اليهودي كل غير موجود بالتالي كانك وكانك يا ابو زيد ما غزيت تقريب هما وين يحبوا ياخذوا الاحداث وين يحبوا ياخذوا الامور نعم نعم اخي نعم واضح دكتور نختم الشأن الفلسطيني ونذهب إلى الشأن الصيني وعلى فكرة فما بعض الملاحظات من الإخوة يحبوا أكثر وقت للإجابة على الأسئلة في نهاية البرنامج وإن شاء الله سنخصص يعني توقيت للإجابة على الأسئلة وبعض الإخوة متحمسين للشأن الوطني إخونا محمد روين سنجيب سنجيبك على سؤالك في نهاية البرنامج لما نتناول الشأن الوطني دكتور آه الشأن الصيني وانتخابات تايوان الأخيرة وفوز آه فوز آه شخصية غير مرحب بها من الصين وروسيا على حد سواء وهنالك قلائل آه فيما يخص آه فوز آه هذا الحزب الذي ينادي بالاستقلال التام عن آه عن, آه عن 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 الصين آه اسمه ويليام لاي في هو رئيس الانتخابات الاخيره فاز بالانتخابات الاخيره هل هذا سيؤثر على الوضع بين الصين وتايوان خاصه ان الصين كانت لديها مساعي ان توحد كل من تايوان والصين بطريقه سلميه ولكن بفوز هذا الحزب المعادي للصين والذي ينادي بالاستقلال التام عن الصين هل ست... هل ستذهب المنطقه الى حرب شامله او الى تصاعد في وجهات النظر او في المواقف الدوليه بينهم؟ هو رو... خلينا نكون واضحين تايوان لا تعتبر روحها جزيرة من بل هي تعتبر روحها دولة الصين هي هما الصين الوطنية والصين الشعبية هما يعتبروا روحهم هما الحكومة الشرعية لعموم الصين لكل الصين لكن ثم فكرة يقول فك علينا من حكم الصين كلها ونعملوا استقلال لجزيرة تايوان لأنهم هما الاسم الرسمي نتاعهم جمهورية الصين الوطنية ويعتبروا روحهم آه معناها هما الدولة الحقيقية نتاع الصين وكانوا كذلك كانوا في الأمم المتحدة معترف بهم اللي هم يمثلوا جمهورية الصين كل إلى أن أمريكا والصين تصالحوا الصين الشعبية وصارت وصار معناها الصين الشعبية هي الممثلة لدولة الصين هذايا تقريبا اللي اللي ماشي في تلك المنطقة روسيا ما يمشي برشا في الصين روسيا عندها عينيها على غربها على غربها على الحدود مع الاتحاد الاوروبي والحدود مع الناتو وفي بلاد القوقاز لوتا مع جورجيا وارمينيا واذربيجان وهذه المناطق وابخازيا وفي وفي الغرب مع اوكرانيا ومع دول البلطيق ولوطا في الجنوب عندها مع رومانيا ومع بلغاريا ومع مولدوفا هذا تقريب وين مشكله روسيا بالتالي هي في مشكله تايوان هي مجرد دعم هي تقوم بدعم للصين لان الصين تدعمها يدعم بعض هذا التحالف الصيني الروسي هذا اللي الموجود فيه لكن من المتفق عليه ما بين تايوان وما بين امريكا لان تايوان حد ما تنجم تعمل حتى شيء من غير امريكا ما بين تايوان وما بين امريكا ما فيش تغيير للوضع عنك تتصرفوا تايوان عندها من احسن الجوازات في العالم من كبرى الاقتصاديات في العالم دوله متقدمه جدا لكن ما تعلنوش الانفصال خليكم في كما, كما انتم وبالتالي ما ما نتصورش باش يكون ثم مشكله كبيره لانه مشكله الصين ليست مع تايوان كتايوان وانما هي مع امريكا والصين لن تدخل في اي حرب مسلحه قبل 2049 يعني الصين الصينيين عقلاء عندهم الان يحبوا يستكملوا ادوات القوه كلها عندهم مستهدفات في التنميه البشريه والتنميه والبنيه التحتيه والتقدم العلمي عندهم كل شيء ارقام مستهدفات وين يحبوا يوصلوا في كل حاجه وحاطين اجل لانفسهم 2049 اللي هي الذكرى المئويه الاولى مرور قرن على قيام دولتهم اللي هي دوله الصين الشعبيه هذا هم اللي اللي ماشيين فيه بمعنى 2049 نحن 2024 الصين مازال قدامها 25 سنه قبل لا تدخل في اي صراع مسلح مع اي كان يحبوش يدخلوا صراع مسلح مع حتى مع حتى واحد مش كيما روسيا انا هما بالنسبه لهم مازالوا مش مستعدين هما عندهم تقريبا 200 راس نووي روسيا عندها 6000 راس نووي ويقول لك انا ما ندخلش حرب وانا مانيش جاهز وبالتالي هم يسرعوا انهم يجهزوا في كل شيء في كل قاعدين خطواتهم كبيره بالتالي الجبهه ما بين الصين وما بين امريكا اللي هي حاول عنوانها تايوان لكن هي ما بين امريكا ومن معها ومع الصين هذه أنا لا أراها ولا أتوقع لها أن تكون ساخنة في القريب يعني قبل 25 سنة إلا إذا صارت أحداث كبرى ما نعرفوش ما نعرفوش أنه ربي يخفينا في الوجود لكن قبل 25 سنة مش بش يكون ثم الصراع الأمريكي الصيني مش لأن الأمريكان ما يحبوش وإنما لأن الصين يجتنبون ذلك لأن الصين قاعدين ينمو ثم النمو في الطاقة متاعهم ما يحبوش يقصوا عليها بالنسبة لروسيا روسيا الآن تبين أفكار بوتين بوتين يكره الاتحاد السوفيتي يحبش الاتحاد السوفيتي بوتين يحب يرجع للإمبراطورية الروسية للإمبراطورة كاترينا وبيتر ذاك الرهيب وهل مجر من الأباطرة الروس يحب يرجع لهم مجدهم وبالنسبة له حدود روسيا هي تلك الحدود فالآن ربما سيستهدف أوديسا لو تحطنا الخريطة متاع نتاع اوكرانيا سيستهدف اوديسا ويحرم اوكرانيا من البحر لانه شنو باش يصير؟ نوفمبر الجاي ممكن تصير الانتخابات وممكن جدا ترامب يطلع للحكم. ترامب السياسه نتاعو واضحه قال مش يتصل بزيلنسكي اللي هو رئيس اوكرانيا ويتصل برئيس روسيا ويقول لهم كل واحد يقف في حده وين انت خوذها سماح. سماح فيها. بالتالي روسيا الان انا اتوقع في 2024 ستتسارع الحرب والروس سيصعدون وسيحتلون أراضي أكثر ويضمونها إلى ممتلكاتهم في أوكرانيا في شرق أوكرانيا ووارد جدا 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 أنهم يأخذوا أوديسا ويسكروا البحر على سكروا البحر بالكامل على أوكرانيا ويضموا قواتهم إلى القوات الروسية المتواجدة في شرق مولدوفا ثم منطقة في شرق مولدوفا عنده حكم ذاتي يحكمه الروس فما لهم خطوه الان مازال لهم خطوه الروس لو يضموا اوديسا والاقليم هذاك الجنوبي يولي عندهم تواصل بري مع مع الشرق مولدوفا ويحرمون اوكرانيا من مخرج على البحر الاسود هذا تقريبا مش يكون البرنامج نتاع الروس في 2024 هذا علاش نذكروا فيه؟ لانه باش يكون عنده تاثير كبير على الحرب في غزه بمعنى اذا اذا في الاسابيع القليله القادمه الروس خذوا مدينه اخرى الان وخذوا ثلاثه قرى بعدها والان ممكن سيتمددون لانهم بداوا يقصفوا في اوديسا اللي هي الميناء البحري الكبير نتاع اوكرانيا اذا واصلوا باش يكون عندها تاثير على غزه لان الامريكان ممكن مش يقول اه نحن تلهينا في غزه وفي اسرائيل هاي نرجعوا لاوكرانيا باش يرجعوا لاوكرانيا لازم وقتها يضغطوا على اسرائيل لايقاف الحرب هذايا الموجود في هذا الوقت نعم واضح دكتور بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات لكن قبل نواصف الشأن الروسي هنالك سؤال من الأخ صالح عبد الكافي لما أنت تحدثت على أن الصين تسعى أن تجهز نفسها بشكل كامل قبل الدخول في أي صراع عسكري الأخ صلاح عبد الكافي يقول علاش حماس ما عملتش مثل كيما الصين للدخول في صراع مسلح. والله معناها يعني سؤال وجيه من من الاخ انا ما انتهيت له يعني من قراءاتي ومن نشوف الحوارات ونشوف كذا، لا اعتقد ان حماس خططت لهذه العمليه معناها خططت انها باش تكون بهذا الشكل. يبدو حسب ما فهمت ان حماس جهزت ألف مقاتل وذكرت الكلام هذا في حلقات سابقة يبدو أنها جهزوا ألف مقاتل منهم 200 سيدخلون إلى ما يسمى بإسرائيل يعني يجتازون السياج ويقوموا باختطاف مجموعة من العسكريين ويرجعوا إلى غزة يموت منهم اللي موت المفيد ما يجيبوش عشرة مثلا والحاجة يحجزوهم داخل غزة وثمانية مئة البقية باش يكونوا قدموا لهم الدعم اللوجستي أنا يعني 200 يدخلوا على أساس ممكن يستشهدوا اللي يستشهد يستشهد واللي يخطف شكون يخطف ويمنعوا ويجوا باش يدخلوا اللي مستغرب فيها انه ال هذا كل ثكنه كل نقطه عسكريه او بوليسيه او كذا يدخلوا لها يقتحموها يلقوها فاضيه ولا راقدين ولا ولا العساكر الاسرائيليين يهربوا يتخبوا تحت تحت الفروشات وتحت الوحدات فالقاو روحهم متقدم ولو كل 800 أخرين لانه لانه بقيت المقاومه الفلسطينيه ما عندها حتى خبر بقية المقاومه ما عندها حتى خبر كان الالف هذوما عندهم مخبر في الليلة هذيك ايش باش يصير ولو قالوا ما خلطوا علينا كي خلطوا عليهم زادوا اقتحموا بقاو 25 كيلومتر بعاد على الضفه الغربيه أنا يعني قريب يلحموا فلسطين تلحم مع بعضها واسرائيل يقسموها على اثنين الى مده يومين فكل اليومين هذوك التحقوا عاد هذا من الجهاد الاسلامي والتحقوا فصائل اخرى والتحقوا مواطنين وكل واحد اش يجيب معناها وتسيبت الامور عم نسبيا وقع ثم نوع من نوع من التسيب فهذا هو اللي معناها الله غالب لانه 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 هذا اللي كانوا في 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 بالهم باش يصير لكن الانهيار وهم داخلين باش يجيبوا لهم خمسه سته عشر انفار على الاكثر يا اخي جابوا لهم يجي 300 واحد هذا كله ما كانش متوقعين فبالتالي الأمور تدحرجت لا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية خططت أو كانت تنتظر أن هذا ما وقع أنه يقع ما وقع كان على أساس كما عملوا شليت شليت خطفوا واحد خطفوا واحد أطلقوا به صراح ألف هما عندهم ستة آلاف معتقلين عند الإسرائيليين حبوا يختطفوا عشر أو يخرجوا بهم الناس كل هذايا هذا تقريبا الموضوع لكن اللي صار اقدار ربي سبحانه وتعالى يعني ربما اراد شيئا اخر لا نعلم نعم دكتور بالنسبه للسؤال اسماعيل هنيه فسر اسباب الطوفان في خطابه لانه تم جلب الابقار الحمراء وكان لابد من انقاذ الاقصى واستباق عمليه هدم هل عندك تعليق دكتور فيما يخص هذا الامر لا لا اعتقد ان الاسرائيليين يفكرون في هدم الاقصى الان يعني هدم الاقصى ليست ليست هذه مرحلته بالنسبه للاسرائيليين او بالنسبه لللوبي اليهودي والصهيوني هم لابد من ايجاد اسرائيل القويه وبعد يتوسعوا وهدم المسجد الاقصى هو على الاجنده بتاعهم مما لا شك فيه لكن مش مرحلة المرحله ليست الان حتى حتى لو ما صارش هذا طوفان الاقصى حتى لو ما صارش معناها ماهوش مرحله الدخول المسجد الاقصى هم الان يطمحون مثل ما عملوا مع الحرم الابراهيمي في مدينه الخليل. الحرم الابراهيمي الان مقسمه الاوقات فيها اوقات للمسلمين وفيها اوقات لليهود. هما يريدوا تقسيم زماني ومكاني. يعني تصير ثم اماكن محصوره فقط لليهود في المسجد الاقصى واماكن للمسلمين فقط وايضا اوقات يدخلوا فيها اليهود واوقات يدخلوا فيها المسلمين، مثلا المسلمين ياتوا يصلوا صلاه الفجر الصباح ويخرج مع الثمانية التسعة مع التسعة العشرة يبدو اليهود يدخلون إلى الساعة 12 قبل صلاة الظهر بقليل يولي المكان للمسلمين هذا هو الطرح الإسرائيلي الموجود الآن وليس الآن طرح نتاع هدم الأقصى لأنه يعتبروه مازال المرحلة يعني لأنه الآن يريدوا تطبيع العلاقات مع عدة دول هذا الأسبوع كان ضغوط كبيرة أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا عمل خطاب في البرلمان الماليزي وحكى على الضغوط الكبيره اللي مورست عليه من من الولايات المتحده الامريكيه انه انه يعلن ان حماس حركه ارهابيه ونفس الضغوط ضغط بها على الاردن وعلى وعلى السعوديه نعم نعم واضح دكتور بارك اللوفي. هو للاسف انا ساعود للشان الفلسطيني، معنا فيديو دكتور لو تسمح نشاهدوه مع بعضنا بعض دقائق فقط يعني وليس بفيديو طويل لكن يعني فيديو مهم جدا انه فيه تحليل من يهودي في ال... <applause> הם ממש בפועל נלחמים על בניין המקדש בצורה מדהימה. שמעו <שמור> מה אומר <שמע> אביו <שמע> של הרבי מלובביץ', <שמע> כן, בספר תורת לוי יצחק, אומר <שמע> פן פלא לפלאות. פלא כשתיפול <שמע> עזה, <שמע> זה צמרמורת, <שמע> כשתיפול עזה <שמע> תבוא הגאולה וייבנה בית המקדש. שמעתם? כשזה ייפול, זה יקום. עזה, מלשון עזות פנים. זה לא סתם. הרשע הזה, זה רשע שבא מהמון טומאה. ועכשיו החיים הקדושים שלנו מרסקים את הטומאה הזאת. אומרת הגמרא, השערים של עזה שעקר שמשון הגיבור. وقال يعني سقوط غزة هو سيمهد لبناء الهيكل هم ربطينها بالعقيدة بشكل كبير جدا الحرب الآن في غزة ربطينها عقائديا بشكل غير عادي هذا ما لا... من... إنه... لا شك فيه يعني أنت إنسان يعيش في نيويورك وبراحته ومرتاح وفلوس وكل شيء ويسيبها ويجي يسكن في كيبوتس اللي هو اللي هو قريه في لحية يعني مجموعه نتاع سكان 50 60 بيت ويبدو يفلحوا ويربوا الابقار ويربوا الدجاج ويربوا كذا لانه هذا وعد الرب وهذا الوعد التوراتي. هو للاسف هذا هو تصورهم هذا هذا تصورهم ما تقدرش تمنعهم من من تصورهم هذا هذا تصورهم هذا في في كتبهم. لكن تلوم الماعز اللي عندنا اللي اللي معناه بالنسبه لهم الدين هذا تحطه على الرف هذا اللي عندهم لا دين لا مله هذا. نعم. نعم واضح دكتور نشاهد مع بعض ايضا هذا التصريح سأعود بك إلى الشأن الروسي بسرعة كبيرة جدا شومر وورنز ذات أوكرانيا will lose war against Russia unless US supplies more weaponry يقول أنه يحذر أوكرانيا أنها ستخسر الحرب إذا الولايات المتحدة الأمريكية لم لم تقدم مساعدات مساعدات في الأسلحة مساعدات عسكرية وهذا منذ ثلاث ساعات على الأقل 31 ألف قتيل من الجنود الروس في هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا هل يعني هذه تؤكد النظرية التي ذهبت إليها أن روسيا ستفتك أكثر أراضي وأن أوكرانيا خاسر الحرب لما شك وأنه يمكن ترامب هو الوحيد الذي يمكن أن يعني ينقذ أوكرانيا بإيقاف الحرب يعني ستاتيكو يعني اينما وصلت القوات العسكريه نكتفي بذلك القدر وخلاص هو هذا 31 الف هذا كلام زيلينسكي الرقاص نتاع إيه اي زيلينسكي <applause> نعم رئيس اوكرانيا لكن الاحصائيات نتاع المحايدين يفوتوا القتلى من من الجانب الاوكراني يفوتوا 300 الف اكثر من 300 الف بكثير 300 الف احصائيه احصائيه قديمه ثم معها درست للبيانات وللمعارك والتحاليل وكل شيء وعند تدمير الدبابات وتدمير الأماكن المحصنة فتجاوز الرقم 300 ألف من زمان أنا في تدمير كامل الأوكراني هو سواء أمريكا أعطت سلاح ولا ما أعطتش السلاح لا سبيل أن روسيا تنهزم روسيا أقولها لكم من الآن في حرب أوكرانيا وقلت عندي عميل لن تنهزم روسيا في حرب أوكرانية أمر مفروغ منه ما فمش دولة نووية ودولة عندها أكلها وعندها سلاحها وعندها المزوط نتاعها فمش دولة باش تنهزم وفيها 144 مليون ساكن 144 مليون ساكن عندها أمن أكبر الجيوش في العالم ثاني أكبر جيش في العالم و144 مليون ساكن وفيها الغذاء وفيها التكنولوجيا وفيها السلاح وفيها البترول هذه باش تنهزم مستحيل وعندها 6000 راس نووي فماش للدولة هذه لن تنهزم انا اعتقد الان اعطت امريكا سلاح ولا ما اعطتش ممكن ياخر ويقدم قليلا اما النتيجه الحتميه ان روسيا ستنتصر في الحرب وانا ظني انه مش يزحفوا حتى للنهر يزحفوا حتى للنهر كل المناطق اللي شرق النهر وياخذوا الجنوب ايضا الجنوب ويقفلوا البحر على يقفلوا البحر على الروس على العفو على الاوكرانيين معناها اوديسا والمنطقة هذيك ويمشوا للمنطقه هذه هذه اللي هي في اللي هي في شرق مولدوبا لانه كلها روس هذوما يضموها هاي المنطقه هذه كل يقع ضمها فهذا هو الروس وين وين ماشيين سواء اعطتهم امريكا ولا الغرب سلاح ولا ما اعطوهمش مش معناها راهو نتمنوا الشيء هذا يصير ولا نحن نشجعوا في الروس ولا ولا نحبوا الروس يربحوا لا ما عندنا حتى علاقه احنا قاعدين نحلوا في الواقع اللي قدامنا اللي اللي موجود امامنا نعم واضح دكتور الاخ طيب. وهل صحيح الخسائر الروسيه ميتين ألف الخسائر الروسيه ربما اكثر حتى من 200000 نعم 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 واضح دكتور سنذهب الآن أول مرة يمكن نتناول ما هذا الموضوع هو الانتخابات التمهيدية الأمريكية ولو تفسر للسادة المشاهدين ما المقصود بالانتخابات التمهيدية الأمريكية وفوز ترامب الأخير في ولاية جنوب كارولاينا على منافسته بفرق كبير جدا ونصحوها نصحوها بأن لا يعني بأن لا تستسلم وأن تواصل منافسته هي نيكي هايلي ولماذا نصحوها بأن لا تستسلم لأنه ترامب تلاحقه أربع لوائح اتهام جنائيه وقد يكون مآل السجن وبالتالي تصبح هي المرشحه الأولى إذا واصلت معه السباق رغم أنه يعني فاز عليها بشكل كبير جدا أنا سأضع الآن النتائج على على الشاشه خلي التوانسه يشوفوا هذه بالنسبه للحزب الحزب الجمهوري دونالد ترامب 110 ديليجيتس ونيكي هايلي المنافسه له هي 20 فقط في حين الانتخابات بالنسبه للديمقراطيين جو بايدن 91 والبقيه كلهم صفر لو تفسر الدكتور هو معانا فيديو لمده دقيقتين ولكن باللغه الانجليزيه الاخوه لن يفهموه باللغه الانجليزيه للاسف لكن تفسر لهم ما المقصود بالانتخابات التمهيديه في كل من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي هو بكل حتى نبسط الامر السياسه في امريكا يسيطر عليها زوز احزاب اللي هو الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي مع انه الحزب الجمهوري في تاريخه كان هو الحزب التقدمي، الحزب الثوري، هو اللي منع تجاره العبيد وهو اللي حارب الجنوبيين. بينما الديمقراطيين كانوا هم الرجعيين، يعني والان بدات الامور تتغير الى الى الجهه الاخرى. الزوز احزاب هذوما يقدموا مرشح لرئاسه الدوله. للرئاسه الفيدراليه، رئاسه الولايات المتحده الامريكيه. المرشح هذا هما داخل الحزب يفتحوا الترشح. اي واحد من الحزب ينجم يترشح باش يكون مرشح الحزب يعني يسموها البرايمريز الانتخابات الاوليه التمهيديه فمثلاً مثلا حزب الحزب الجمهوري يجي واحد يكون حاكم ولايه كما كما نيكي هيلي كانت كانت الحاكمه نتاع ساوث كارولينا اللي هي انهزمت فيها ومع انه هذا مش اسمها الحقيقي هي يعني عندها خرسيخي هي يعني سينج ولا حاجه كيما كي من السيخيه من الهند ف المرشحين عاده عاده المرشحين اما يكون سيناتور يعني عضو في 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 مجلس الشيوخ ولا عضو في مجلس النواب الامريكي يكون حاكم ولايه حاجه كي يعني عنده منصب سياسي في الحزب ويتقدم حتى يختاروا الحزب كمرشح ليه في الانتخابات الرئاسيه اللي تتم ما بين عاده تتم ما بين مرشح الحزب الجمهوري ومرشح الحزب الديمقراطي. بالنسبه للديمقراطيين لو لاحظتوا انه بايدن ماخذ المقاعد الكل، الكل وال والجماعه الاخرين مش ماخذين حتى شيء، علاش؟ لانه عرف وليس قانون وانما جرت العاده الرئيس اللي موجود هو ديما هو المرشح الاوتوماتيكي للحزب الحاكم اذا الرئيس في الحكم اذا الحزب الحاكم عنده رئيس في الحكم الرئيس هذاك هو اللي يتقدم للانتخابات عاده يكون هو المرشح الرئيسي ده جرت عليه ما جرت به العاده ماهوش قانون نكرر مره اخرى ماهوش قانون داخل لا داخل الحزب ولا داخل البلد ولكن لما يكون الرئيس مترشح ما يترشح مع حتى واحد يعني لو الان بايدن يقول انا مانيش باش نترشح تفتح باب الترشحات للناس كلها نجيو الان ل ترامب هذه نادره جدا أن رئيس امريكي يعاود يرجع يعني حدثت قبل لكن عندها يمكن اكثر من 100 سنه ما صارتش انه رئيس امريكي بعد ما يخرج يعاود يرجع يدخل الانتخابات عاده الرؤساء الامريكان وقت يكمل الدوره يكمل الرئاسه نتاعو يتقاعد يولي يكتب في الكتب ولا يولي نتاع نصايح ولا لانه وقتها تضمن له الدوله معاش وفيلا وحراسه الى الى قيام الساعه معناها يعيش يعيش عيش عيشت رئيسه ما ماهوش رئيس الى الى لين معناها عاده ما يرجعوش ترامب حاجه اخرى ترامب الان هو تقريبا الوحيد اللي جاء خارج من من خارج المؤسسه الحق يعني ترامب لا كان سيناتور ولا كان في مجلس النواب ولا كان حاكم ولاية ولا كان حي حتى شيء وهذا اللي حبته العباد عليه الناس حبوه أنه هما يعتبروا أن المؤسسة الحاكمة مؤسسة فاسدة وإلى حد ما جراله كما كما السخينة اللي عنا جاء معناها من خارج من خارج المنظومة كان قبل من الداعمين ماليا للحزب الديمقراطي وبعد انتقل إلى دعم الحزب الجمهوري وفي الاخر ترشح. كي ترشح هو ما كانش في باله انه باش يولي رئيس. هو لما ترشح لانه هو ايضا نجم تلفزيوني هو عنده برامج تلفزيونيه و... ونجم معروف. لكن لما ترشح على اساس انه هو باش يقوي اسمه والسمعه نتاعه، لكن الناس كلها كانت تضحك عليه انه يعني شكون ترامب انت جاي جاي من خارج من خارج الدوله العميقه من خارج المؤسسه الحاكمه وتتصور روحك معناها باش 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 تجي وتحكم وتوصف ما كانش متصورها. لكن وقع ما ما لم يكن في الحسبان اكثر من ذلك انه كثير من الناس اللي ما كانوش يهتموا بالسياسه ما كانوش يمشوا للانتخابات عجبهم برشا علاش لانه يمول في روحه بروحه عنده فلوس انا ما يحتاجش هو هو رفع شعارا وانا السياسي ما نحتاجش فلوس من عند حتى واحد وبالتالي حتى واحد ما يقدر يشرين فالبرايميريز هذه ترامب الان دخل فيها وتقريبا كسب كل الولايات ما خسر حتى ولايه يعني كسب كل الولايات الان تقول انه ممكن يتحكم عليه وبر حتى تحكم عليه الدستور الامريكي اشترط سهل جدا اشترط زوز شروط في من يريد ان يترشح للرئاسه يكون عنده جنسيه امريكيه ويكون مولود على فوق التراب الامريكي اكهو لا لا يتطرق لا للون ولا للدين ولا لعرق ولا ولا مجرم ولا مش مجرم يقدر يفوز بالرئاسه وهو داخل السجن وهو داخل السجن لكن ماهوش باش يصير السجن نتاع ماهوش باش يصير الحاجه الثانيه ممكن الناس يقولوا اش بيحصل على 110 ولا 100 100 ديليجيت لانه هو النسبه نتاع نتاع الاصوات تترجم الى ديليجيتس لانه شنو بعد يصير يصير مؤتمر كبير مؤتمر كبير المؤتمر الكبير هذاك يشوف فيه الديليجيتس من كل الولايات ويختاروا مرشح الحزب فبالتالي الديليجيتس شكون هم هذا مشكون باش يكون الديليجيتس هذوما باش يكونوا هما اللي اللي موالين ليه هو حدث رأي قبل انه يفوز ولكن الديليجيتس اللي هما الممثلين نتاعو المفوضين نتاعو كي يمشوا للانتخابات ما يصوتولوش لكن هذه عاده لا تقع لكن حدثت في التاريخ في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه عندهم عندهم نظام خاص بهم يعني في الرئاسه مش اللي اكثر واحد يفوز بالمقاعد اللي يفوز بالاصوات لأن الاصوات تترجم الى تترجم الى 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 ممثلين إذا ما عندكش عدد الممثلين ليس بالضروره يمثل عدد الاصوات يعني هيلاري كلينتون من حيث عدد الاصوات فازت على ترامب بزوز ملايين صوت 2 مليون صوت من حيث عدد الاصوات لكن من حيث عدد الديليجيتس اللي هما الممثلين نتاع المرشحين ترامب كان عنده اكثر منها هذا في نفس الشيء اللي باش يصير الان عندهم بيج تيوزداي عندهم الثلاثاء الكبير مش يجي الثلاثاء الكبير شنو علاش علاش فيه الثلاثاء الكبير هذا هذا عاده الان الثلاثاء الكبير بعد ما يكملوا الحرث. لانه هي كانت بلاد نتاع فلاحه بعد ما يكملوا الحرث نتاعهم وكذا الان اغلب الولايات تعمل التصويت نتاعها الان كل مره ولايه كل مره ولايه لكن الثلاثاء الكبير مش تصوت فيها عده ولايات الان ترشح ترامب تقريبا امر مفروغ منه انه هو باش يكون ممثل الحزب الجمهوري ترشحه بيت الان هذه باش يشيلها المره جاي يشيلها وينتهي الوضع هي الان تحب تواصل لكن حتى لو واصل حتى لو دخل السجن ما يغير حتى شيء وصعب جدا يدخل السجن لانه القضيه ما زالت طوال جدا و دكتور سامحني على المقاطعه كيف ما ياثر شيء مثلا مثلا دخل السجن كيف يمكن للشعب الامريكي ان ينتخب شخص في السجن؟ هذه صارت مع القروي احنا على فكره والله سبحان الله متشابهه جدا الصور بصراحه بين امريكا وتونس؟ على الاقل <applause> نحس روحنا دوله قويه شنو على الاقل هم عندهم حبس حتى نحن عندنا حبس بالضبط <applause> بالنسبه لل... لا ما ما يهمش ما يهمش يخرج وقتها من الحزب من الحكم من يتوقف الحكم ويخرج ويرأس البلاد وبعد يرجع للحبس بعد ما يكمل لكن, لكن هذا مستبعد هذا مستبعد جدا علاش لان الكل الان باش تمشي للمحكمه العليا والمحكمه العليا فيها اغلبيه جمهوريه يعني يعني آه ثم اللي عينهم ترامب نفسه وموالين ليه وعارفين انه مظلوم خاطر توا راهو الاحكام اللي خرجوا فيها عليه احكام صراحه لا تليق بدوله كبيره كما امريكا يعني مثلا من جملة التهم اللي تهمينه بها أنه هو كي كان يمشي ياخذ قروض من البنوك يضخم من الثروة متاعه يقول أنا مثلا البنية متاعي تسوى مئة مليون دولار وهي ما تسواش مئة مليون دولار لكن هو مع شكون يتحدث هو يتحدث مع بانكا البنكة ماشي سيدي تاتا تمشي على روحها تثبت على روحها وخذا من عندهم قروض وخلصهم ما قالبهم ولا حاجة حتى كلموه على الضرائب قالوا غيروا قوانينكم أنا نج نقدر نتحايل على الضرائب بال بالقانون قالوا غيروا قوانين الضرائب هذا وين الان سي ترامب وحلين معاهم نعم, نعم. والملفات اللي الملفات اللي تهم الدوله واللي يلقاوها في منزله الخاص هذيك ما عندهاش تاثير يعني من الناحيه الجنائيه يعني هذيك اخطر ان صورها اخطر قضيه هي تلاحقه على فكره هذاك ال الآن في حوار لأنه لم يحدث في تاريخ أمريكا كلها لم يحدث أن البوليسية يعني الاف بي اي مشاو فتشوا مقر سكن رئيس دولة سابق ما حدثتش بالكل رؤساء الدول عادة ياخذوا ياخذوا بعض معاهم بعض الملفات ياخذوا بعض الملفات على منين يكتبوا مذكراتهم هما وكل من الملفات اللي ياخذوها يعني ماهيش ماهيش حاجة ما تعملتش قبل وخاصة أنه بايدن عملها الآن وهيلاري كلينتون عملتها يعني مش أول مرة تقع في تاريخ أمريكا وحتى إذا وقعت هل هي مخالفة من طرف رئيس الدولة ولا لا لأنه رئيس الدولة هو اللي يحكم في كل شيء هم كلها باطلة أنا أراها ضد وأنا نحكي إن لك الآن من الجانب القانوني مش, مش لأني متعاطف مع ترامب ولا حاجة أما من الجانب القانوني أنا أرى أنه إنسان مظلوم يعني الدولة العميقة خاصة في الحزب المقابل الحزب الديمقراطي يريدون تحطيمه لأنه هو يعني ورى نوع من الاشمئزاز من الدوله العميقه وخاصه الاعلام. فهم ما يريدونه لكن حضوره في الشارع الامريكي حضور قوي جدا، يعني عنده عنده اتباع. في الانتخابات الماضيه حقق اعلى نسبه اصوات حصل عليها رئيس مباشر في الولايات المتحده الامريكيه منذ بنائها، منذ وجدت امريكا. ومع ذلك ما فازش في الانتخابات. فترامب هو حالة, حالة غير متعودين عليها حالة جديدة احنا نقول ربي قدر الخير وكاو ايه. ندخل نعم خارج الصندوق هو كان سؤالي وانت اجبت عليه بصراحه لماذا هذا الاستهداف من الاعلام وهو ايضا يعني يلمح لهذا كثيرا خاصه فوكس نيوز وبتلك القنوات وكان يعني قاسي نوعا ما في بعض الحوارات التلفزييه مع بعض الصحفيين يقول لها لماذا لا تسالين مثل هذا السؤال لبايدن وسؤالي الثاني قبل ان نمر الى الشان الوطني دكتور كيف كيف للحزب الديمقراطي ان يرشح بايدن الراجل واضح علامات الزهايمر واضحه او يمكن مش زهايمر يمكن نوع من الخرف لكن يكون يحكي في موضوع ويذهب الى موضوع ثاني وما يسترسلش في المحادثات بتاعه الصحفيه فانا مستغرب كيفاش الحزب الديمقراطي يواصل في دعمه لبايدن امام منافس مثل ترامب ما هو اساس باش ي... ما يحطوش ويرشحوه اذا باش ينحوه اذا باش يقولوا راه موش باش يترشح لانه ما عندوش اهليه معناه لازم يخرج من السلطه تو يخرج يخرجش من غدو يخرج من السلطه الان اذا اذا هو ما عندوش اهليه وعنده زهايمر ما تسيرش امريكا تو حتى تو ما تسيرهاش وبالتالي هو موش سمحني في دكتور سامحني على المقاطعه مره اخرى وما تضير في انتخابات رئاسيه مبكره يعني شنو المشكل يخرج هو ويعملوا يعني انتخابات رئاسيه مبكره وقت ترامب يفوز وقتها ترامب يفوز لانه اذا خرج هو تشد النايبه نتاعه آه كاميلا هارس اذا هي مسكت مسكت في مكانه هي ما عندها حتى تشانس انها تربح الانتخابات معناها مش يسلموا الحكم ويخرجوا فما عندهمش ما عندهمش حل وصعب جدا انك انت هو الحزب اللي تمشي تقول الرئيس نتاعي غير صالح للرئاسه صعب جدا وهو عنده انصار وعنده مستفيدين منه في الحزب ال... الحزب الديمقراطي يعني مش مش خيار سهل يعني فهمت خاصه ان الانتخابات ما عادش عليها برشا الانتخابات في نوفمبر ميش؟ نعم ميش؟ هما انتخابات في نوفمبر واحنا انتخابات في نوفمبر وروسيا قال ايضا في نوفمبر فالعالم في اواخر سنه 2024 سيشهد تغييرات يمكن كبيره جدا دكتور نذهب الى الشان الوطني وقيس سعيد ينقض بشكل كبير جدا قانون المناوله ويحاول يلغيه وهنالك يعني تحفظ من النقابه من الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لهم يعني قال هذا القانون لا يجب الغاءه من دون حوار <تصفيق> <تصفيق> كيف قرات هذا الخبر فيما يخص المناوله دكتور <applause> المناوله هم الناس معناها يعني يبدو يخدموا ما مرسمين يعني ما مش مرسمين وما عندهمش حقوق ما يكونش عندهم حتى حقوق هكا يعملوا لهم ما انا عنده 20 سنه يخدموا لكن كل ست شهور يعملوا له كونترات جديد هذا تقريبا اذا كان نحب نلخصوها يا اخي هو ما تحكم وحدك على التو انت البرلمان والحكومه بجره قلم نحيته. ينحيها المناوله ورسمهم اذا حبي نحي المناوله يرسم الموظفين وك الناس اللي الناس اللي موجودين في, في يخدموا بالمناوله رسمهم خرج قرار غدوه عنده الناس عندها فيسبوك وهو عنده الرايد الرسمي هكا والناس تهبط تدوينه وهو يهبط قانون مشي هكا في الليل خنت بتخنتي بتين قول راهو كل واحد عايش على المناوله راني باش نرسمه ويولي موظف من موظفي الدوله وانتهى الموضوع يعني ما غير هو يدجل علينا وكاو يعني ما عندوش حاجه اخرى دجال كبير يعني طيب دكتور في هذه الحالة يعني في الوضع الاقتصادي اللي فيه تونس ومشاكل الديون ومعروف إنه أصبح مشكلة فقدان المواد الأساسية هو أنها تونس خفضت من الأموال الموجهة لتوريد هذه المواد الأساسية. هل قادرة تونس على إنه تستوعب كل هؤلاء اللي في الـ في, الـ في اللي يعملون في قطاع المناولة؟ ونذكر إنه في عهد الثورة بعد في عهد ترويكا مباشرة إنه تم يعني تم انتداب ثمانين ألف من عمال المناولة. سبعين ألف منهم معظمهم يعني كانوا يشتغلون في المناولة قبل الثورة وبعد الثورة مباشرة تم استيعابهم في المؤسسة في المؤسسات العمومية وتم يعني تسويت وضعيتهم هذه هي يعني من الإنجازات اللي عملتها الحكومات اللي جات بعد الثورة يعني هي الحقيقة هذه عملها قايد السبسي وبعدين لاموا عليها لاموا على حكومة الترويكا اللي عملتها في حين حكومة الترويكا وجدت اتفاقات جاهزة وملزمة لها وقامت وقامت بها يعني رسمت الناس لكن أوامر الترسيم خرجت أوامر الترسيم خرجت من حكومة الباجي قايد السبسي هذا على كل حال الاقتصاد ما يتحلش بالطريقة هذه الاقتصاد يتحل لأنك أنت معناها تعمل برامج اقتصادية حقيقية تحرر المنافسة تجد فرص العمل تجد فرص سامحة للاستثمار يكون عندك قوانين واضحة فماش رئيس دولة يفيق في الليل يغير القانون هذا وقالك اللي, اللي نشم ريحته وأنه عنده فلوس ما نحبش نقعد أحداه في عوض هو ياخذ رجال الأعمال يحطهم في الطيارة ويبدأ يدور بهم من دولة لدولة باش يعملوا استثمارات ويعملوا ويعملوا معناها اتفاقيات نتاع توريد ونتاع تصدير ونتاع تكنولوجيا ونتاع كذا هذا لك ما نحبش نشوف مناظرهم أصلا يعني احنا عندنا رئيس مهول الغالب وقال كاو يلوم على الناس كيفاش يتعشوا في مطعم معناها الغالب مش الناس كل عندها قصر قرطاج و... والدوله كلها تحت سيطرتها وعنده 200 مليار 200 مليار يتصرف فيهم من فلوس الشعب وكل آه... شيء خالص ويخ... ويخلص في شهريه ب 30 مليون ويطلع يدجل علينا ها نحي شهريتك 30 مليون هذا ضم المناوله ياخذوا ب 500000 الف انت تاخذ 60 مره قد قد كل واحد في المناوله فما الغالب انسان شعبوي الدجال دجال كبير هذا المسيح الدجال نعم و 500 الف سعر يعني راتب زهيد يتسمى بالنسبه للعمال المناوله معظمهم دكتور ياخذوا في 300 الف و280 الف يعني وضعهم سيء سيء جدا وما عندهمش حتى حقوق للاسف نعم وبدون, حقوق الاقتصاد تحب تحل الاقتصاد يلزم تحل باب المنافسه وتوجد وتوجد الفرص وتفتح البلاد على الخارج وتفتح الخارج على البلاد العباد نجم تتحرك تنجم تمشي وتخرج البلاد من يد البوليسيه الى يد رجال الاعمال الى يد الاداريين الصحاح الى يد رجال الاقتصاد الى علماء الاقتصاد هذوما اللي يعني الاقتصاد ويكون في مصلحه الناس الكل البوليس شهريته تنزاد والعسكري شهرته تتحسن ولا ولا والمعلم والمدرسه وكل شيء يتحسن وقتها لان الدوله وقتها يكون عندها مداخيل اما تو الدوله ما عندهاش مداخيل وهنا كشفت جايبه وزير نتاع مش وزير التجاره نتاع نتاع الديوان الوطني للتجاره الدجال كبير الرجل يقولوا عندك شيك وما دفعتوش علاش ما دفعتش الفلوس انا معناها كانه مدير دي ديوان التجاره هو اللي ما يحبش يشري المواد من برا وكانه هو عنده خزنه في معناها مازلنا نتاع قبل عنده خزنه فيها الذهب وكي توصل السفينه يمشي لها لل... يمشي لها لل... للميناء ويدفع لها الفلوس ويروح ما عندوش فلوس ديوان التجاره مديون للبنوك والبنوك ما عادش تحب تعطيه فلوس ومديون للشركات في الخارج حتى شركه ما عادت تثق فيه علاش؟ لانه نحن في عصر في القرن الواحد والعشرين مازالت الدوله هي تستورد القهوه وما زالت الدولة هي اللي تستورد التاي. وما زالت الدولة هي اللي تستورد مش عارف انا الرز. يا ولدي سيب للشعب خليه يجيبوا على ارواحهم. سيب للتوانسة خليهم يمشوا يشروا يشروا القهوة يشروا أنت معجزت ولا لا؟ أنت معجزت ما عادش تنجم تشري الزيت، خلي الشعب يمشي يشري الزيت على روحه. يمشي يجيب الزيت، يمشي يجيب السكر، يمشي يجيب القمح، يمشي يجيب اللي يحب. ما أنت دولة أصبحت عاجزة. أما هو لا الدولة قادرة تجيب ولا مخلي التوانسة يتاجروا على روحهم. هذا اللي المصيبه اللي وحنا فيه هنا نعم. نعم نعم للاسف دكتور مش فاهم ما هي اسباب يعني غلق هذه الفرص على تواسع حتى من شاهدت منذ قليل فيديو على كراس الشروط فيما يخص شركات النقل البضائع وكان في كراس الشروط لازم 15 شاحنه لازم 15 شاحنه باش نجم تفتح باش تنجم تاخذ يعني تبدا العمل كشركه نقل البضائع بالك... بال... بال... بالشاحنات غيروا فيها ردوها خ... ستة شاحنات ردوها ستة شاحنات يعني باقي يعني توا شخص عنده شاحنة علاش ما نجمش يخدم على روحه يولي يعمل في نقل البضائع هذه هي من الأمور يعني هذا هو بلاد بلاد لما تونس أنا نوصفها وباش نكون عادل ما نقولش ما في عهد قيس ولكن حتى في عهد بعد الثورة وما قبل الثورة هي دولة بلا عقل دولة تسير بلا عقل أنا يعني مرة مشيت أزيد زيت ألف يورو ولا قديش نغير فيه في البنك ولا حسب روحي ك رجل وطني وخلينا في المؤسسات الدولة وإلى البنك ما حبش يقبلوا علي إيش ما معنا؟ إيش معناه حبش يقبلوا قال يجيب ما يثبت اللي أنت دخلته قلت له حاطين في في الحدود يقولوا اذا كان ماكش ناوي تخرج الفلوس اللي الفلوس اللي دخلتها مش ناوي تخرجها مش لازم تعمل عليها تعلن عليها معناها تعمل عليها ديكلاراسيون مش لازم تعلن عليها وهكا حاطين توا انت كي تمنعني كبنك وما تحبش تقبل يعني مش, مش نعم نعمل مش نمشي لبرا للشارع للسوق السوداء وبعد تقول السوق السوداء منين جات هكا انت مسكر البيبان هي هذه الدوله بلا عقل دوله لا يوجد فيها عقل والان جاء واحد مهبول مرة واحدة. فهمت؟ أنا يعني كانوا يسقدوها أغبياء، جاء واحد مجنون، جاء واحد مهبول هو اللي يسير في الدولة. فمعناها أنت إيش يهمك؟ أنا عندي كهرباء واحدة ولا سيارة واحدة نحب نهز عليها نقل عمومي ولا نقل ريفي، أنت شنو مدخلك؟ راهو الشروط، راهو الشروط تكون تتعلق بالسلامة. تكون تتعلق مثلا بمش مش عارف أنا، حاجات اللي اللي هي تكون معقولة ومقبولة، مثلا تكون بالبيئة، ما تكونش سيارة ملوثة، ما تكونش حاجة، يعني ربما هذا الكلام يتفهم. أما تجي تقول لازم يكون عندك ستة، وعلاش مش سبعة ومش خمسة؟ وإذا عندي خمسة ما نقدرش نخدم. ما, أنا ما هذه شروط تعجيزية وكهو الآن ما. باش تصدر الزيت، باش تصدر الزيتون، باش تصدر حاجة، يقول لك لازم يكون عندك مش عارف عندك 700 مليون محطوطين في البنك بعدين نحط فيهم انا ما عنديش 700 مليون في البنك عليه ونحب نصدر الزيت شنو مشكلتك معايا وهو ثم تاجر صحيح يمشي يحط 700 مليون على جنب مو يبدا يدور في العجله ونحن مدبين نشجعوا ان التجار ما يخزنوش الفلوس ونقول لهم دور يا تجار دوروا بهم العجله امشي يعمل بهم مشاريع حرك بهم الاقتصاد لانك تحرك الاقتصاد مش تدفع ضرائب مش تدفع ما مرسوم مش تشغل ناس معاك وهكاك الدور العجله نتاع البلاد اما هي بلاد نتاع ابرك حدك غادي نعم 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 واضح دكتور نذهب إلى المحور الأخير قبل ما نتناول بعض الأسئلة من سادة المتابعين المحور الأخير هو الملف الحقوقي الحكم على الدكتور الرئيس الأسبق الدكتور منصف المرزوقي بثمانية سنوات سجن التهمه يعني غريبه جدا حمل حمل المتساكنين على على التقاتل وما الى ذلك يعني تهمه طويله جدا ايضا الحكم غيابي على جوهر مبارك بستة اشهر سجن دون اعلامه واعلام واعلام المحامين والاخت دليل مبارك احتجاجا على هذا الحكم وعلى الاحكام الجائرة في حق المعتقلين السياسيين تقوم منذ أمس بإضراب وحشي عن الطعام أحكام كبيرة جدا ضد كل كل السياسيين في تونس إلى 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 متى ستتواصل هرسلة السياسيين في تونس والمعتقلين السياسيين في تونس خاصة أن تونس على أبواب انتخابات رئاسية اولا شوف السياسيين هذا مشتهم فرصه الحكم وفلتوها أنا الحكم ما الحكم موش نتاع دراوش الحكم تاع يا تمسكو يا يدور عليك كل حنش ما لعبه انا المنصف المرزوقي ربي يسامحنا ويسامحه كان يفتخر انه هو كان مع عدم اقصاء الدساتره من الانتخابات ومن الحياه السياسيه هذا قانون العزل السياسي كان يفتخر انه هو كان ضد قانون العزل السياسي الغالب سي المنصف يا دكتور اللي انت ما حبيتش تعزلهم الغالب ليس كل من تهواه يهواك قلبه ليس كل من انت تريد ان ترأف به يرأف بك فهذاك اللي صار معك يا سي المنصف مش تتواصل هذه مش تتواصل ده اربع سنين قبل وتو ثمانية سنين 12 12 عام هذه النظام الجديد انتخابات ما انتخابات تحكي ما انتخابات في تونس انتهى الموضوع يعني. انا انتهى الدرس يا غبي كما كما يقول المصريين نعم واضح دكتور نتناول بعض الاسئله اخ محمد روين يقول ما هو رايكم في الخبير محمد هشام ندب كمرشح للرئاسه بعد اعلانه الترشح هو اعلن ذلك على قناه زيتونه في حصاد 24 والله من حق اي تونسي انه يترشح هذا امر مفروغ منه من حق اي انسان يترشح لكن الترشح في اي ظروف انا اذا كان قلت بكل وضوح لان الامر واضح اذا ما هيش انتخابات يتعهد فيها الجيش انه يقف أولا أنها تكون انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة حاجة الأولى الحاجة الثانية أنه الجيش ينحاز لمن فاز في الانتخابات إذا ما ثماش هذا زيد يقوله يولي معناها مجرد مجرد أنك في الشرعية على انتخابات قيس يولي أن قيس عمل انتخابات كما نقولوا فيها متعددة اذا ما نش مش نضمنوا انه نفوزوا في الانتخابات زايد ندخله فيها واحده من الاثنين لما تدخلها وتفوز او ما تدخلهاش وتخليه تفضحه انه هانو وحده يجري وحده يجرى وحده, وحده جالول خليه هذا هو باش ما تلملوش ناس نعم. تكسرلو المشاركه في الانتخابات نعم دكتور مش يجري وراء المشاركه في الانتخابات دكتور كيف يمكن ضمان الفوز؟ مولاي يجب الترشح والمنافسه والقيام بحمله انتخابيه قويه ويدعم آه هو, الفوز و... هو الفوز لو كان لو كان بو يترشح في تونس يترشح. هنا قلتها قلتها قلت تترشح معزه ضد تربحوا يعني لأنه... لأنه... لانه 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 قيس الان لا تتجاوز شعبيته 2% اللي هما عملنا خمس مرات في تونس خمس مرات هاك الاستفتاء الالكتروني والاستفتاء على الدستور والانتخابات الاولى والثانيه والمجالس الكلها الارقام الحقيقيه من وزاره الداخليه تقول انه نسبه المشاركه ما وصلتش 2% و2% هذه اغلبها الموظفين اللي خايفين من اللي خايفين من الزقافة معناها الشعب مقاطعه والشعب لا ليس معه هذا امر واضح ولا يغرنك هاك اللي الحنوشات اللي يطلعوا في اخر الليل هاك تحل البرلمان والشعب معك يا قيس وامشي وانت ولد حلال وانت هذوك راهم مجموعه من ال من الابواق المجهزينها مسبقا. معناها لو ثم انتخابات اي مرشح يهزمه. مهما كان المرشح. لكن لكن شنو؟ انه هو معول قال لك لن اسلم وطني للخونه. هو بالنسبه له نسكو الخونه وهو الوحيد الامين هو والساكت نتاعو. هما الامناء على الوطن ومش مستعدين يسلموا هو عنده مشكله وحيده انه امام الناس يحب يشوف يشوفوا اقبال على الانتخابات الاقبال على الانتخابات ليه هو وحده ما يجي حد وقتاش باش الناس وقت يجوا معارضين او ناس عندها وزن الناس المعارضين انا ما هنيش باش نعطيك الهديه ذيك يقول ها ونسبه المشاركه عاليه فالانتخابات الانتخابات باش يضفي عليها الشرعيه وهني انا رئيس لا اذا تحب رئيس بدون ما نعطيك شرعيه لكن إذا الجيش الجيش التونسي ولا مؤسسة غيره لا تقول لي أكل زمامر هيئة الانتخابات أكل شاذوكم يعني شهداء الزور ولا أي واحد إذا ما ثماش الجيش يضمن عملية انتخابية حرة ونزيهة ومتكافئة بين كل المشاركين وإذا الجيش لم يتعهد أنه يقف مع من فاز في الانتخابات قيس ولا غير اذا ما ثمش تعهد هذا من الجيش زيت ما عندك ما تعمل في الانتخابات اذا هو مش يعمل انتخابات ويفوز فيها والجيش والجيش ديما معاه ما عملنا شيء نعم نعم الدكتور لكن سؤال قبل ما نطرح الكثير من الاسئله نتاع الاخوه سؤال لكن كيف الجيش شي صارح بهذا يعني يجي الجيش وش يقول للشعب التونسي انا ضامن للانتخابات هكا باللغه هذه يعني ما دخله أيه يقول, يقول. القائد نتاع الجيش الامريكي احنا خير من امريكا القائد نتاع القائد نتاع الجيش الامريكي خرج وقت لبدات بدات الجدال بين اوباما وبايدن خرج قال نحن رانا جيش تابع الدستور الامريكي وتابع الولايات المتحده الامريكيه ما الجيش لا تابعين ملك ولا تابعين رئيس واعطى رسالته واضحه أن الجيش سيدعم الحياة الدستورية. تماشي لعبة. ولذلك ترامب ما لقى عنده حتى ما يعمل، روح. فأنا اللي نقوله أن جيشنا في تونس له شنو المشكل؟ يخرج قائد الجيش ويقول احنا راهو في الانتخابات الجاية اولا سنضمن لان الجيش هو اللي سكر البرلمان والجيش هو اللي سكر القصر هكاك باش الجيش يستعيد ايضا شعبيته ويستعيد أه ويستعيد هاك أه التعاطف اللي كان مع الشعب كان كان من الشعب معه لانه خسر الرابح قيس والخاسر الجيش لانه لانه الجيش علاش نقول الجيش خاسر؟ الجيش لانه عنده ما يخسر عنده قيمته وسمعته يخسر اما قيس معناه شكون هو قيس طرطور ما عنده وشكون م... سمع به شكون يعرف يعني طرطور لا قيمه له ما الجيش مؤسسه من مؤسسات الدوله مؤسسه كبيره وحاجتنا بها وحاجتنا تكون قويه وحاجتنا انه الشعب يحبها لانه لانه هو جيش شعبي يعني جيش العسكر نتاعه من الشعب من ولد الشعب فالجيش يزمي تعهد ولا ولا باس أن يكون علنا شنو المشكل يخرج الجيش علنا ويعملوا العسكر يعملوا اجتماعهم ويقولوا نحن رانا رانا متعهدين بانتخابات بانتخابات اذا يتكلم قال الجيش يقع عزلوا يتفاهموا انه ما ثماش عزل يمشوا له هو اكبر جبان اكبر جبان واكبر خواف يقولوا له راك تجي تجرب العزل انت تتعزل عادي كما عملوا الموريتانيين قبل كما عملوا السنغاليين انتم خير م... يعني لا جيتوا مثل امريكا اللاتينيه ولا جيتوا مثل الافارقه ولا جيتوا حتى م... مثل اي شيء يعني معقولة يجيكم واحد مهبول متلتل يلعب بكم هكا راه ويا جيش انتم عندكم ما تخسروا هو عنده ما يخسر هو في الاخر اذا ما لقاش تو يهرب لايران يسكن مع اخوه ما اخوه عنده 40 سنه غادي في ايران يمشي يلتحق باخوه يعيش غادي وتو يبدا يندب على حظه وعلى وعلى اليزيد وعلى كذا ويبدا يندب ونهار وكاو. اما انتم جيش وطني تابع للبلاد، مؤسس مؤسسه من مؤسسات البلاد، نحبوها تستعيد عافيتها، وهك المغامره اللي عملوها القياده اللي فاتت لازم تتنحى. اما بالقياده اللي فاتت ترجع ربي وتوب وتتوب الى الوطن. والا معناها يخلوا مكانهم ويجيبوا ويجوا ناس اخرين اللي يحسوا انهم وطنيين هذا هو اما اذا ما اذا اذا ما فيش ضمانات من الجيش راهو حكايه فارغه وقتها اللي باش يدخل في الانتخابات هو مجرد يلمع في قيس والشله نتاعو والنظام نتاعو باش يوري اللي هو نظام ديمقراطي نعم إذا انتخابات ورح. لا تؤدي الى عزل قيس اذا انتخابات لا تؤدي الى عزل قيس لا فائده من وراها <applause> نعم قيس يبقى بالتصويت والرضا الشعبي هذه مستحيل واضح دكتور هو فقط للتوضيح فما الاخ عبد الوهاب منصوري قال مرزوقي هو اللي كان مع العزل السياسي والله اعلم انا مش نوضح كان في, أنا فقط فقط. كان, في أه. كان في البدايه فقط كان في, فقط بالضبط في البدايه سمعني دكتور اي كان في البدايه مع العزل السياسي نهار اللي مش يصوتوا على العزل السياسي قبلها بنهار يتم اغتيال أه <applause> شكري بالعيد شكري بالعيد وبعدين يتم تاجيل اخذ القرار في العزل ونهارتها يتم اغتيال البراهمي ولما تمادت المده ومرزوقي كان يطلب من من حكومه وقتها انها تسارع في الانتخابات البلديه كانت تتذكر كان وقتها البلديات قامت تمردت على السلطه وما عادش ترفع القمامه وهذه الامور وصارت مشاكل كبيره مرزوقي دعاهم انه ينظموا السلطه المحليه وان تصبح السلطه المحليه في يد الثوره وانه يتم العزل السياسي لكن كي طولت المده قال انا تراجعت على العزل السياسي لانه خلاص هم تنظموا في احزاب واصبحت عندهم احزاب ولا يمكن الان عزلهم انا كنت مع العزل في البدايات يعني هذا بن أنا... لو عندك تعليق على هذا دكتور هو هذا هو هذا هو نحن نقر حتى النهضه كانت مع العزل في البدايه وبعدين الناس كل وقت خرج الباجي قائد السبسي قال لن يقع لن يمر قانون العزل وهذيك كانت فضيحه لانه واحد معارض يخرج ويؤمر البرلمان يقول نؤمر البرلمان انه ما يعملش العزل والبرلمان يستجيب يستجيب وما يعملش العزل اللي نعيشه فيه الان هو نتيجه لذلك لانه عبير موشي والجماعه اللي معاه ما كانوش يعاربوا في البرلمان لانهم لانهم راهم يجروا من محكمه لمحكمه باش يبرؤوا انفسهم انت برأتهم من المحاكم وعملت لهم شهريات على الدوله وولت سعاده النائب واحزاب وعلاقات مع دول أجنبية وكذا وبعد خلاص فات الفوت يعني فات الفوت هذاك اللي وهذا اللي عايشين فيه الان ها ورجعنا ما بين او رئيس جمهوريه سابق هارب لبرا ومحكوم عليه غيابي فضيحه فضيحه ما عمل شيء لتونس والمرزوقي حتى اذا ما عملش حاجه باهيه ما عمل حتى حاجه خايبه لا سرق فلوس لا 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 تامر على الدوله ولا عمل حتى شيء وهو جايين بالتهمه هذه نتاع وحمل السكان بعضهم على بعض والهرج والمرج بالتراب التونسي. قوانين من عهد البيات. نعم. نعم. واضح دكتور هنالك بعض التعليقات هو الاخ عازر لمح لك المقال اللي تحدث عليه الدكتور مصطفى المرزوقي اللي هو في الافريكا انتليجنس ان شاء الله أخونا عازر سنتناوله الاسبوع القادم لما يكون عندنا الاسماء نتاع الاربعه عسكريين. فنخليه السؤال نتاعك ان شاء الله ذكرنا به الاسبوع القادم الاخت ثريا تقول دكتور نعرف تونس مسلوبه الاراده هل تعتقد انه قادرين على فعل شيء دون ثوره الاخت ثريا يعني لا تذهب الى حل انه الجيش هو اللي يقوم بالمبادره ويقوم باصلاح الامور او بضمان الانتخابات نزاهه الانتخابات يعني قلت لك لا لا يمكن اصلاح الامور الا بثوره والله الثوره لها شروطها يعني لازم لازم تبث الوعي في الناس لازم لازم الناس توعى ولازم الناس تقتنع بجدوى الثوره لأن الناس عملت ثورة وقال لك ما جانا منها حد شيء معناها كنا في عهد بن علي خير من, من من عهد ما بعد الثوره ويزمنا نعرف انه مش الناس كل يهمها في الحريات والديمقراطيه الاغلبيه راهو يهمها في كروش ويهمها في, في قرايه اولادها ويهمها في السكنه ويهمها في النظافه في الشارع ويهمها في الامن في الطريق هذا اللي يهمها هذا العباد اكثر العباد شنو يهمها فالعباد ما هيش مقتنعه انه ثم حل بديل هذا هو اللي 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 يخوف الان هذا ربما ياخذ وقت يطلع جيل اخر يكون فاهم اكثر لا يتخذ ياخذ الوقت كما يقول موت تونغ يقول انه جيل واحد لا يقوم بثورتين معناها ما يثورش مرتين جيل واحد يتعدى الجيل، الجيل ربما علماء الاجتماع يعرفوه من 20 ل 40 سنة. نحن نقولوا ربما في 20 سنة. 20 سنة من 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 انقلاب من من الانقلاب هذايا ناخذوا 20 سنة باش نكونوا قادرين نعملوا ثورة. معناها نعم. نحتاجوا على الأقل 17 18 سنة أخرى. نعم، هذا هو هذا هو الطبيعي يعني الثورات لا تكون كل يوم يعني ليس كل عشر سنوات تصير ثوره وبالتالي ذاك علاش احنا نتحدث عن الحلول السياسيه خونا سالم اجاب الدكتور على سؤال هذايا وان شاء الله يعني ترجع لهم بعد في التسجيل دكتور خونا جعفر يسال يقول لك هل لديكم ماذا تنصح حركه النهضه وهل لديكم نصيحه لائتلاف الكرام والله شوف الان الاحزاب هذه الموجوده ان اول حاجه لازم جلسه مع الذات مراجعه وين غلطنا اذا ثم حزب آه اذا ثم حزب أي تنظيم ولا تيار فكري وكذا يتعرض الى نكسه ويسقط من الحكم وما يعملش مراجعه لما فعله ويشوف وين غلطت وين اخطا وكيفاش لازم يصلح هذه هذه مهمه ضروريه جدا لاي حزب قطع النظر النهضه وغيره أي اي حزب بعد كل عمل لازم تعمل مراجعه وهذا في الحقيقه اللي اللي تفوقوا فيه الاسرائيليين، الاسرائيليين بعد كل عمليه يجلسوا، الان شفت العمليه نتاع غزه الحرب اللي في غزه، الان ثم لجنه شكلوها الاسرائيليين تراجع في الاخطاء اللي تعملت في 7 اكتوبر وبعد 7 اكتوبر. الان لجنه وباش تحاسب الناس الكل، شكون غلط وشكون ما غلطش. من جملتها هاك التصريحات العنتريه نتاع باش نقطعوا الماء والضوء على غزه وباش نقتلوا وباش نعملوا كذا وكل جنود يحطوا في الفيديوهات والى اخره الان فيه توجيهات صارمه انه ضموا فمكم عادش تكلموا الكلام هذا لانه عملت لهم ضرر اكثر من من النفع نتاعها الان عندهم لجنه لتقييم اخطائهم فنحن نحتاج كذلك اي حزب اي تنظيم اي كذا لازم يعمل تقييم للمرحلة متاع العمل اللي عملها يشوف وين وين غلطنا وين وين نجحنا وين ما نجحناش وين وهل هذا كان خير وهذه على الاقل تخليها للاجيال القادمه اما باش تقول حطوا لنا العجله وما وفشلونا وكذا هذا كما كما قلت لكم كمن يلوم الجاذبيه على السقوط معناها واحد ارمى روحه من فوق بني طاح قال والله الجاذبيه لو كان ما ثماش الجاذبيه راني ما طحتش وصحيح صحيح راهو لو كان ما ثماش الجاذبيه ما يطيحش لكن ما نجموش نعلقوها على شماعة الجاذبية لأنها معلومة من قبل ما تنجمش تعلقها على الثورة المضادة لأنه معرفين أن كل ثورة لها ثورة مضادة هذا عبر التاريخ نعم واضح دكتور بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات فما سؤال هو يعني نوعا ما أه به ناخذوه هو سؤال ناخذوه هل ينجح العميد هشام المدب في تبديل الوضع اذا فاز بالانتخابات؟ الاخوة مركزين مع اخونا هشام مع الاستاذ هشام المدب أه لانه بصراحة يعني تكلم كلام كبير وانا عندي مقطع نشاهدوه المقطع هذا هو اللي اعلن فيه ترشحه نشاهدوه مع بعضنا خلي نذكره كيف كيف اعلن ترشحه وكيف هنالك ثقة في النفس يعني وهذا امر ما محمود انا نراه بصراحة شخصيا يعني بلادنا لازم ترجع كما كانت، بلادنا امبراطورية، وبلادنا قوية، ومانيش نعملوا كما السيد قال باش نجيبوا رئيس جمهورية باش يرقص في السوق تاع الدجاج، عيب راهو، عيب. طيب سيدي أنت أعلنت أنك باش على للانتخابات القادمة، وعادة ان كل المرشحين تقريباً موجودين في الحبس، اليوم أنه قيس سعيد يحب يكون وحده في السباق، ما خايف على روحك؟ لا أنا يعني مش ولا عندك جهة حاميتك؟ لا ما عنديش جهة حاميتني، أنا باش أنا سيد الرئيس الموقر ربي يخليه لنا باش نعلو اللي باش نعلو اللي أنا مش نترشح. أنا ضد برامجه واللي عمله هو الكل أنا باش نتراجع فيه وأنا كي باش نترشح راني باش نفوز سيد الرئيس باش نفوز عليك أنا. وأنا كي باش نترشح راني باش نفوز سيد الرئيس باش نفوز عليك أنا. وأنا كي باش نترشح راني باش نفوز سيد الرئيس باش نفوز عليك أنا. طيب هذا يعني كيفية ترشح العميد هشام مدب وهو خبير في الشؤون الاستراتيجية هل ترى انه هو وعد هو وعد بالعوده على كل ما قام به قيس سعيد وانه سيفوز وواثق من الفوز على قيس سعيد لو عندك تصريح او تعليق على هذا على هذا الدكتور قبل ما نمر لبقيه الاسئله والله يشوف يعني اي مرشح ماشي يدخل الانتخابات على اساس باش يفوز ما واحد يترشح على اساس انه ما يفوزش لكن الواحد يكون واقعي واقعي يعني هل الظروف سامحه انك تفوز ولا لا؟ يعني وقتاش الظروف تسمح انك تفوز؟ وقت اللي تكون ثم انتخابات ديمقراطيه حره وشفافه. معناها يعني هل هذا الجو متوفر والا لا؟ يعني معناها توا الصحافي يسال فيه معناها بلغه اخرى ما تخافش من الحبس. في الانتخابات نتاع 2019 فماش واحد قال انا باش نترشح والناس يجوا يسالوه يقولوا له ما تخافش من الحبس. ما كانش السؤال هذا مطروح 2019 اللي حب يترشح ثني امامك ترشح على روحك فهمت الحاجه الثانيه من عشان أن ما نعرفش انا ستعود تونس امبراطوريه ما عادش وقتاش نحن كنا امبراطوريين في باليش لا لا هو هو اللقاء كامل تحدث على قرطاج وعلى نفوذ تونس في البحر وانه تونس لازم تصنع اسلحتها وهذه الامور فهو تحدث على امبراطوريه قرطاج يعني وهو في سياق يعني تكلم على السياق كامل وين نفهم امبراطوريه أم. قرطاج؟ امبراطوريه قرطاج ما اخذتها روما وهزمتها وبعد اخذوها اي هو يقصد اعاده مجد قرطاج، نعم نعم، في الحلقه تكلم شويه على نفوذ تونس البحري وهذه الامور وكيف يمكن يعني يعني, يعني 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 شوف يعني شوف اللي يحب يخدم السياسه، السياسه هي فن الممكن. السياسه ماهيش نظريات، السياسه فن الممكن. فن الممكن انت لازم يكون عندك يا سي هشام ولا اي واحد يحب يترشح لازم يكون عندك برنامج كيفاش مش تحل المشاكل اليوميه للشعب لانك انت باش تفوز باصوات شكون؟ باصوات عامه الناس مش باصوات النخبه مش باصوات اللي يقروا في الكتب والحالمين باصوات الناس شنو الان المسائل المهمه للمواطن التونسي؟ انت توا كي تمشي المواطن التونسي خلينا ناخذها بكل وضوح تمشي تقول له راني باش نعمل امبراطوريه قرطاج مش يعني كيفاش أه تمشي للمعلمين تقول له راني باش نرسمك يسمعك تمشي لل للأرامل تقول لهم راني باش نعمل لكم جرايه شهريه يسمعوك أما تجي تقول لهم راني باش نعمل لكم امبراطوريه قرطاج يعني هذه قد تكون شويه طوباويه يعني معناها متجاوز متجاوز الواقع وين نحن من الامبراطوريات وين ما نحبوش نمشوا في في الاحلام احنا نمشوا في الامور الواقع يعني انت لو تبني دوله توفر الامن والغذاء لابناء هذه مرحله كبيره وتجي جيل اخر مش كل شيء باش باش نحن تجي اجيال اخرى كل مره يجي جيل يعمل حاجه انت الان عندك مشاكل حقيقيه موجوده اليوم ولا تونس كل هاجين منها العباد هاجم من البلاد ضروريات الحياه غير متوفره العيش الكريم غير متوفر، الأمن غير متوفر، البلاد مبثوث فيها الرعب، هذه اللي هي الأولويات الاستراتيجية متاع ويكون واحد عنده برنامج عملي واضح، واضح كيفاش باش ننفذوا من نوع الملي مو هكا اللي واحد, واحد باش يرد الخبزة بمياه والآخر من نحبوش زاد نطيحوا فوق الشعبوية هذيك، أعطينا كيفاش هنا في بريطانيا ثم ثم حاجة اسمها اوفيس اوف بادجيت ريسبونسابيلتي ثم حاجه تراقب السياسيين اللي يحب يتقدم مشروع للشعب يجوا يقولوا له هاي وريني كيفاش باش تعمل هاي سيدي انت تو مش ننتخبوك على خمس سنين وريني يا سي شاب كيفاش باش ترد لي تومس امبراطوريه في ظرف خمس سنين عند خمسين جايين تحكي ليش على مئة سنه من الان هذا ما يهمنيش فيه سنه لا انا نكون موجود ولا انت تكون موجود احكي لي على الخمس سنين الجايين لانك انت باش الانتخابات تطلب من الشعب تفويض لمد... تفويض مدته خمس سنوات في الخمس سنوات هذه ايش بش باش تعمل؟ بشكل واقعي يعني انت باش تبني غواصه تحتاج الى عشرين سنه مش نهارين ولا ثلاثه هذا لما يكون عندك التكنولوجيا ويكون عندك كل شيء ف... فما بالك انت ما تملك حتى شيء عشاك ما عندكش عندك تونس عندها ديون على حافه الافلاس علاش ما عادش يصنفونا تونس؟ خاطر نحن صنفونا لين ما عاد فينا ما يتصنف. الان ينتظروا في نهار من نهارات ما ندفعوش دين من الديون نتاعنا ويعلنوا لنا ان دوله مفلسه. كون نحن على حافه الافلاس. انت عندك الان بنيه تحتيه متهريه، عندك ماكله ما ثماش، عندك فقر، عندك اعطينا حل كيفاش باش تعمل. هذا هو يحب يترشح. ثانيا قد يكون عندك هذه البرامج كلها. لكن نعطينا كيفاش مش تضمن انه لما الشعب يعطيك صوت وتفوز انك انت تستلم الحكم عندناش الان ما عندناش اليات وما عندنا حتى ادوات ما القوه الصلبه اللي هي الجيش مع المنقلب وهذا علاش انا نقول اذا ما فماش تعهد من الجيش معنا ما نعم لانه السيد هذا ما عنده حتى نيه انه يسلم الحكم عنده حتى نيه فماش ما عندوش نيه تسليم الحكم بالكل واضح اللي بالكلام. خايف منه الان انه مجموعه من الناس باش تكون طريقه من الطرق ان الناس كل تجي في القارب نتاع نتاع قيس نعم واضح بعض السياسيين واضح دكتور فما تصحيح من تونس الازهر قال لي برنامج لقاء خاص وليس برنامج حصاد 24 في قناه الزيتونه اعتذر على الخطا هو فعلا برنامج لقاء خاص مع عامر عياد وليس برنامج حصاد 24 المهم نحن يهمنا المحتوى يعني مش المحتوى اي أيوة ولكن نعم من باب الامانه الامانه نعم اخونا تيتشينغ يقول هشام مدب سوف يكون شاهد زور مثل ما حصل مع الكومبرسات في مصر وبصراحه لن انتخبه لانه ليس له برنامج واضح ولديه شعبويه صريحه مثل غيره طيب هذا الكلام يتوجه للاستاذ هشام المدب و يعني انا ندعو كما الدكتور محمد علي حراث لو عنده افكار اقتصاديه يقترحها على الاستاذ هشام مدب لما لا يمكن يفوز ويضمن لنا الجيش نزاهه الانتخابات وتتم تطبيق البرامج الاقتصاديه لاصلاح تونس احنا ما يهمنا مصلحه تونس خلنا البرامج الاقتصاديه ابن خلدون يقول أن الحاكم اول حاجه توفر اسباب الحياه اللي هي شفت كي الكوفيد شنو شنو ولينا حاجتنا ما لا سينما لا ثقافه لا حد شيء ولا حاجتنا بالماكله والدواء انت لازم تعمل برامج يا سي ولا اي واحد غيره تعمل برامج كيفاش باش تحقق الاكتفاء الذاتي تشوف يعني نحن تقريبا 30 مليون طرناطه ولا قداش من القمح والشعير كيفش كيفاش باش من ننتجوها في بلادنا الاشياء اللي نستوردوها البطاله عندك عق... عندك ارقام على البطاله قداش من تونسي بطال كيفاش نجم توفر لهم العلاقاتنا الخارجيه كيفاش نجم نستفيد منها هذه هي الاشياء اللي لازم نطرحوها التصنيع والصناعات نتاعنا كيف نرتقي بها احنا احنا بلاد متقدمه في في زراعه زيت الزيتونه و... وما نصنعوش الماكينات اللي نتاع العصران الزيتون نجيبوا فيها من الاردن ومن تركيا ومن ايطاليا ثم برشا حوايج ممكن تتعمل توطين الصناعه في كلام يعني ممكن يتوجد الكلام نعم 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 واضح دكتور خونا مثنين عادل ما فهمتش بصراحة يعني تعليقك ومن قال لك أنه يفوز بأصوات النخبة الدكتور أكد أنه المرشحين للرئاسة يفوزون بأصوات الشعب ما فهمتش مم. تعليقك يعني قاعد تسمع فينا ولا تسمع رب ب... ربما يقول يقول ربما حتى النخبه ما تمشيش معاه ربما قصد هذا قصد اه ما... ما تمشيش ما تمشيش هذيك امورهم شنو نعملوا لهم آه المهم هو الشعب المهم هو الشعب نحن ت... يعني السياسي يتوجه للشعب آه... آه... طيب آه دكتور تمام آه أنا... يقول... يقول يقول الشباب ما يحبش يخدم الفلاحه آه. والله خلينا يخ... إيش... هذه لهال... نتفاهموا فيها أي فلاحة أنت تطرحها على الشباب يعني يعني ممكن يعمل منها حياة كخدام مش مش كصاحب فلاح كخدام ممكن يعمل منها حياة وثم الفلاحة بقدر ما تكثر فيها اليد العاملة بقدر ما تكون فلاحة متأخرة يعني الدول الدول اللي تنتج برشا غذاء كيما أمريكا أو كما فرنسا أو كما الدول اللي تنتج غذاء تعرف كم نسبة الناس اللي يخدموا فيها 2% 2% من اليد العاملة تشتغل في الفلاحة لان الفلاحه اذا تحب تنتج ماكش مش تنتج في خمسة هكتارات وستة هكتارات يلزم اراضي شاسعه ويلزم شركات فلاحيه كبرى مش الناس الكل تمشي كل باهي جاء موسم الزيتون يمشي ناحية لك زيتون وبعد مش مش تضمن له الحياه الكريمه للمستقبل معناه هذا كله سد سد رمق ماهوش ماهوش نتاع القدام معناه ما نبقوش اللوم برشا على الشباب او ما يمشيش ناحية الزيتون او ما يمشيش يخدم الفلاحه مع فلاحتنا متخلف فلاحة في تونس فلاحة متخلفة جدا 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 لا يعني لازمنا تفكير جديد في موضوع الفلاحة يعني احنا عندنا المياه الجوفية اللي تمتد من الجزائر لتونس إلى ليبيا ليبيا عملت منها النهر الصناعي العظيم لأن الجزائر تخرج في الماء وبدت تزرع في مناطق شاسعة تونس ما نزرعوش يعني تعرف أنه نقدر نزرع نزرعوا القمح مرتين في تطوين يعني نخرجوا المياه الجوفية وتزرع القمح مرتين في تطوين يعني في في ولاية تطوين مش ما نحكيش على باجة أو نحكيش على الكاف وجندوب أو سليانة أو بنزرت والبقاع هذه اللي فيها نسبة تهاطل المياه كبيرة لازم نفكروا حسب ما هو موجود في بلادنا ما هو ما هو متوفر لأن الجزائر نفس نفس خزان المال الجزائر تطلع منه صح عليهم ربيعينهم ليبيا من عهد القذافي هم يطلعوا فيه عملوا النهر النهر الصناعي العظيم اللي جابوا فيه من من اواسط أو الصحراء ونعرف ثم ناس ولا لانه عملوا القذافي لكن هو المشروع راه مشروع ايطاليا ما هوش مشروع القذافي فقط ايطاليا ما لقاتش الوقت دخلت في الحرب العالميه الاولى والثانيه ما 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 الوقت ان تعمل المشروع لكن القذافي هو اللي عمل المشروع نعم تعليق اخر من الاخ مثنيني من عادل يقول يا دكتور لا تتناقض لا تناقض نفسك اليوم، قيس سعيد يحكم في تونس علما انه لم يكن له اي مشروع، يعني لما يعني لما ترشح الانتخابات الرئاسيه لم يكن له اي مشروع. عدد هو كان عنده مشروع. عدة نقاط هنا، اذا كان ما زلنا نمنو انه قيس سعيد جاب بكابوسان ودابو ما وباكو كريستال، رانا ما زلنا بعاد برشا على الخزمه. قيس سعيد راه بيدق. في يد اللوبي الفرنسي الايراني اه لاحتلال تونس راهو هذا بيدق وراه اه فئه ساكت ومش انا الكلام اللي قلته هذا هاك المديره الديوان الرئاسي هي اللي قالت الكلام هذا قالت راي اللي تشوفوا فيهم يحكم هذوكم كل ما عندهم حتى قيمه راي ثم ساكت في القصر هي اللي تحكم وهي اللي تدور في الوحده وهذا الخدمه يخدموا فيها عندهم 40 سنه بالتالي هو من جزء من برنامج عنده 40 سنه ثاني شيء انه قيس لما انتخب انتخب على اساس انه شبه رئيس شربي يعني ما عنده حتى علاقه بالاقتصاد يعني الرئيس في في الدستور نتاع 2014 ما عندوش علاقه بالاقتصاد مش هو اللي ساير الحكومه رئيس الحكومه هو المسؤول على على الاقتصاد وعلى البرامج اما الرئيس ما عنده حتى علاقه لا من قريب ولا من بعيد لكن هو عمل انقلاب وحط كل شيء في يده فهمت فانا مانيش النقد لا ابدا مانيش النقد في, في نفسي لاني لا اعتبر قيس جاء وراه ناس، لكن بالنسبة لنا نحن كشعب مغفل فعلاً كان كان عبارة على حادث ما كناش فايقين به، نعم. دكتور بارك الله فيك العقيد عبد الناصر شامخ العقيد متقاعد من الجيش التونسي يقول الفلاحة في الصحراء هي الحل، هذا ما اقترح واقترحت في نقاش خاص يمكن طرحه الآن بالمياه الجوفية يعني هذا هذا آه كلام آه. صحيح، هذا كلام صحيح أنا مشيت الجنوب نعم. انا مشيت جنوب السعوديه شفت المزارع المزارع الكبرى القمح يزرعوه ويحصدوه في اربع شهور يعني بين الزراعه والحصاد اربع شهور السعوديه هاك البلاد الصحراء وصلت للاكتفاء الذاتي في الحبوب مع انها كل عام يجيها قرابه عشرين مليون بين معتمرين وبين معناها بين معتمرين وبين حجاج وعندها عشرة مليون أجنبي يعيشوا فيها السعودية ومع ذلك وفرت عمل اكتفاء الذاتي للجميع للجميع من المواد الفلاحية من القمح ومن الحليب ومشتقاته وكل هذا عملته السعودية من الصحراء يعني أنت تشوف المياه كيفاش خارجة من المياه الجوفية المياه الجوفية المؤكدة اللي عندنا في تونس مؤكدة هي نفس البحيرة اللي تمتد من الجزائر من قريب حدود المغرب تمتد إلى مصر الى الصحراء المصريه كلها مياه تحت مياه جوفيه تحت الارض اول من تكلم على الموضوع هذا تعود للعصر الجليدي الاول لا الثاني ولا ولا الرابع العصر الجليدي الاول اول من طرح البرامج هذه طرحوها الايطاليين كما قلت لك في ليبيا والقذافي نفذها الان تقريبا في العشر سنوات الاخيره الجزائر في منطقه واد سوف ومناطق حدوديه مع تونس قاعده تطلع في الماء هذا الماء هذا تونس محرومه منه انا ناكد لك تطوين قادرة تعيش عشرة مليون بشر ولاية تطوين فقط يعيش فيها عشرة مليون إنسان بمعنى أنه زراعة القمح والأعلاف زراعة الكبرى في ولاية تطوين قادرة تكفي الشعب التونسي كله وكلام العقيد كلامه صحيح يعني كلامه 100% صحيح نعم نعم واضح مش نحط انا الخريطة بتاع واد صوف بسرعة هذه الخريطة اني هنا ويتسوف لا تبعد كثيرا على تونس يعني على جنوب تونس هذه بالنسبة للساده المشاهدين طيب دكتور وصلنا إلى نهاية البرنامج كثير من الإخوة مازالوا يتفاعلوا لكن مش نواصلوا المائدة المائية غير متجددة؟ أولا هذا مازال مش معروف هل المائدة المائية, المائية. متجدده او غير متجدده ثانيا حتى لو فرضا غير متجدده حتى لو فرضاً غير متجدده المائده المائيه تكفي ل 300 عام اخرى مش مت... مش متع نهار واثنين يعني ما اولا مش مؤكد متجدده ولا غير متجدده لانني اطلعت على ما هو موجود في السعوديه مثلا نعم هو هو الاخ نبيل يقول انه مهندس في المجال ان شاء الله مرحبا بك خونا نبيل لو عندك افادات في المستقبل تمدنا بها وان شاء الله نتناولها في الحلقات القادمه باذن الله على كل وصلنا الى نهايه البرنامج في يقول الفلاحه في الصحراء هدر للماء طيب الماء ذاك شنو عاملين به نحن الماء تاخذ فيه ليبيا والجزائر نحن شنو عاملين؟ هو حسب خونا اشرف خان شركات البترول قاعده تستعمل فيه لاستخراج النفط يعني هذا حسب كلام خونا اشرف نعم شركات البترول ما تقدرش ما تقدرش تنهاها على استخدام الماء المتوفر لها متوفر له وبالتالي نحن هذه لازمها لازمها حوار ولازمها لجان علميه ولازم على الاقل المترشح ايش باش يقول؟ يقول نحن ثم مثلا موضوع نتاع مياه جوفيه راني باش نشكل لجنه فنيه تقوم بدراسه جدول الموضوع هذا لكن نحن هذا ما يكفيش انه نرموا كلمه ونمشوا هاي هاي سيدي الجزائر تستخدم فيه هاي ليبيا عندها توا اكثر من 20 سنه 25 سنه ربما ولا حتى 30 سنه ليبيا تستخرج في المياه الجوفيه اللي هي نفس المياه راه نفس المائده المائيه معناها كي تجبد تجبد منها الكل هاي 30 سنه تخدم به علاش نحن نحرم في انفسنا ما في انفسنا منها اذا نحن شركاء فيها هو دكتور هو كان معنا الفلاح حسن الشتيوي في حلقة من حلقات حدث اليوم في قناة البلاغ مع أخونا أنور جري وجربوا زراعة القمح في تطوين ونجحت يعني نجحت وفي كل أربع شهور كما قلت أنت بالضبط كل أربع شهور قاموا بالحصاد يعني تقريبا ثلاث مرات في العام نجموا 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 يعملوا زراعة القمح في في الجنوب التونسي في تطوين وإن شاء الله تو نستدعيه الحسن الشتوي الشتيوي وتو يحكي على التجربه نتاعو كيف نجح في زراعه القمح هو وزملاءه أنا, انا 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 رحت شخصيا للسعوديه ودخلت المزارع هناك وشفتها ناس عندهم الان من عملها الملك فهد الملك فهد الان من 84 عملها من 84 ل 2024 نحن نحكي على 40 سنه في صحراء السعوديه في صحراء السعوديه والناس تزرع في في القمح بهذا الشكل بشكل ضخم يعني يفوت حاجه تونس 10 مرات اللي تنجو السعوديه ممكن يكفي تونس 10 مرات فهذه خلينا مخاخنا نبقوا كل شيء مفتوح للنقاش يا سيدي ما نقولوش آه ما, ما ما نقولوش آه هذا صحيح وهذا خطا خلينا أمور مفتوحه آه للنقاش نعم نعم بارك الله فيك الدكتور وصلنا الى نهايه البرنامج ما نجموش نواصلوا اكثر منك يعني تجاوزنا وقت البرنامج بنصف ساعه تقريبا ان شاء الله الاسبوع القادم فيما يخص افريكا انتليجنس والمقال تاع افريكا انتليجنس ان شاء الله سنجلب اكثر معلومات ونتناول الموضوع بالتحليل مع الدكتور محمد علي حراث اشكر الدكتور على كل افاداته وعلى وقته الثمين اشكر الساده المتابعين على كل اسئلتهم وتفاعلهم في حلقه اليوم وانتظرونا الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج منبر الاحد مع الدكتور محمد علي حراث في الساعه التاسعة ليلا بتوقيت تونس وما بقي لي الا ان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله